ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير
الله الرحمن الرحيم والعاديات قبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثمن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فويل للمصلين
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما berikanlah kenikmatan kepada kami dengan pendengaran,
kesehatan dan kekuatan kami selama hidup kami. Jadikanlah ia sebagai peninggalan kami. Jadikanlah pembalasan kami kepada orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami menghadapi orang yang memusuhi kami. Janganlah engkau jadikan dunia sebagai kehendak kami yang paling besar dan pengetahuan paling akhir kami. Janganlah engkau berikan kepada kami kekuasaan atas kami kepada orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan dosa-dosa pada kami, melainkan engkau telah mengampuninya. Janganlah engkau tinggalkan kesusahan kepada kami, melainkan engkau telah mengembirakannya. Janganlah engkau tinggalkan hutang-hutang kepada kami, melainkan engkau telah menunaikannya. Dan janganlah engkau tinggalkan sesuatu keperluan dunia dan akhirat kepada kami, melainkan engkau telah menunaikannya, wahai Zat yang Maha Pengasih ini. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada siksaan api neraka. Semoga Allah melimpahkan selawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga baginda serta kepada para sahabat baginda yang baik. Rabbana zallamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وأدخلنا جنة مع الغرام يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah.